السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. الحديث عن موضوع التخطيط الاستراتيجي. قال تبارك وتعالى عجيب اختيار هذه الايه لهذا الموضوع قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا صدق الله العلي العظيم الحديث عن هذا الموضوع دائما يقترن بالمبالغات دائما هناك يعطى حجم كبير لهذا الموضوع دائما هناك نزعات احساسية عواطفية تشوب الحديث عن هذا الموضوع التخطيط الاستراتيجي مع انه التخطيط الاستراتيجي بشكل عام منبع لاصناف المفاسد والحديث يدور عن ما فيه من الأهمية وما يترتب عليه من المفاسد. التخطيط عملية اساسا عميق عقيمة. هذا كلامهم ها مو كلامنا كلامهم هم. سياتي ان شاء الله نص كلامه. اولا عملية عقيمة. هذا قبل ان نبدا بال بالحقيقه وبيان تفاصيل هذا العنوان. ثانيا باهظه الثمن والتكلفه. ثالثا مربكه، عمليه مربكه تربك العمل. مربكه لكل قطاعات المؤسسه. تربك العمل وجريان دولاب العمل في المؤسسه. رابعا هداره مهدرة للطاقات وللأوقات وللأعصاب وللموارد البشرية والمنابع المالية خامسا غفالة أهم أسباب الغفلة عن الأخلاقيات والمعنويات هو التخطيط لأنه يبني للإنسان أسس لا يمكن أن يحيد الإنسان عن هذه الأسس أهم عوامل الغفلة عن المعنويات والأخلاقيات. على كل حال التخطيط الحديث عن التخطيط الاستراتيجي يتم ضمن خمس عناوين رئيسية. أولاً التعريف، شنو يعني التخطيط الاستراتيجي؟ التخطيط يعني ماذا؟ التعريف. ثانياً الأهمية والقيمة. ثالثاً الماهية والحقيقة. شنو أصلاً يعني غير التعريف ماهية التخطيط؟ شنو يعني تفاصيل التعريف هو إيجاز بيان وجه من وجوه الحقيقة التعريف الما هي بيان أسس الحقيقة الرابع العنوان الرابع النماذج المشهورة في التخطيط الاستراتيجي الخامس الإخفاق الهائل أما التعريف هناك تعاريف كثيرة هذه التعاريف الكثيرة جيدة تعطي صورة شفافة ناصعة عن التعريف يعطي صورة عن الموضوع عنوان الأول التعريف له أهمية لذا ذكرنا تعاريف كثيرة واردة في كلماتهم ذكروا تعريف كثيرة أهمها ما يلي أولاً شنو يعني التخطيط؟ هو منهج إنساني للعمل يهدف إلى اتخاذ القرارات في الحاضر ليكون لها تأثيرا في المستقبل هذا التخطيط منهج إنساني الإنسان يخطط يعني يسوي فد منهج ينسق بعض الأمور الهدف منه شنو أخذ قراراته اليوم حتى شنو أستفيد من هذه القرارات في هذا اليوم أستفيد في المستقبل هذا التعريف الأول التعريف الثاني الموائمة بين ما هو مطلوب وما هو متاح لازم يكون هناك تناسق بين الشيء اللي أنا أقدر عليه متاح إلي والشيء اللي أريده بين ما هو مطلوب الأمور اللي الإنسان يريد أن يصل إليها لازم تتناسق مع الشيء اللي يقدر عليها المطلوب لازم يكون موائم يعني متوافق مع شنو؟ مع القدرة والإمكان هذا نوع اخر التخطيط هو خلاصته هو هذه هذه صور عن التخطيط الثالث تعبير تعبئه وتنسيق وتوجيه شنو ثلاثه اشياء الموارد الطاقات القوى البشريه هاي الثلاثه اشياء إنسان يعبئها ينسق بيناتها صحيح ويوجهها من اجل شنو لتحقيق امرين اهداف معينه في فتره زمنيه خاصه فالاهداف في فترة زمنية، الإنسان يريد يصير مثلا عالم دكتور يحصل على دكتوراه أو يصير مجتهد من خلال مثلا خمس سنوات، هذا يسموه تخطيط، مو انه يريد يصير مجتهد ولو مثلا طولت الشغلة سبعين سنة، هذا ما يسموه تخطيط. هذا رمي الأمر على مرمى على كل حال الوقوع، هذا مو يسموه تخطيط. هذا تعريف آخر. التعريف الرابع التفكير الذي يسبق التنفيذ، هذا عبارة عن التخطيط. الإنسان قبل ما ينفذ شغلة عندما يفكر فيها ثم يلي هذا التفكير التنفيذ، هذا يسموه تخطيط. الخامس جهد منظم، جهد التخطيط جهد هو، جهد جدا بالغ، منظم ومنسق ذهني، جهد ذهني. مو جهد خارجي لان التخطيط غير العمل يهدف الى تحقيق اقصى منفعه باقل التكاليف اكبر منفعه هذا التخطيط والا ان الانسان يشتغل هالشكل ربما يجد على الكثير من المنفعه التخطيط شنو فرقه؟ فرقه انه يعطي اقصى منفعه باقل قدر من الخسائر هذا هو التخطيط ويرتبط التخطيط لا يخفى بكل المجالات والقطاعات والاقسام، التخطيط مو فقط في الكبريات، حتى في المجالات الفرعيه، في الاقسام القسم اللي يندرج تحت الامور الكبرى، ايضا اكو فيه تخطيط. التفص... التعريف الاخر الاخير التفص... التخطيط هو خطوات لا خطوه واحده. ديروا بالكم الشيء الواحد الخطوه الواحده ما يمكن ان يكون تخطيط. العنوان الثاني الأهمية والقيمة، شنو قيمة التخطيط؟ شنو أهميته؟ لاحظوا التخطيط لها قيمة من حيث من حيث المفهوم يعني، مو في الواقع الخارجي، لاحظوا التخطيط له قيمة أساسية في كل الأمور، أشرف أرفع أول مفردة في الإدارة ترتبط بالتخطيط هذه اهميه التخطيط. كل حركه دون تخطيط تساوي لعب. خلي نفسر اللعب، اللعب شنو؟ شنو تعريف اللعب؟ كل عمل، كل جهد لا يقصد من خلاله الا ذاته الا نفسه هذا هذا الجهد يسموه لعب. الفرق بين اللعب والجد العمل العقلائي والعمل الطفولي شنو؟ اللعب حتى الكبار لما يلعبون المقصود من اللعب نفس الشغله انه يلعب او يقصد من اللعب هدفا يلتصق بنفس الجهد اللي يبذله. اذا كان يقصد من هذه الجهود اشياء متراميه متباعده هذا ما يصير لعب كل ما قصد من جهده نفسه قصد نفسه ذاته أو ما يقارب من النفس والذات هذا يساوي اللعب كل حركة دون تخطيط تساوي اللعب مهما كانت هذه من أهمية التخطيط من, من آثار أهمية التخطيط أنه كل شيء ما يكون في تخطيط معناته انه ماكو ترامي للنيه ماكو هدف بعيد اذا ماكو تخطيط صحيح فكل حركه تصدر من الانسان دون تخطيط فهي لعب حتى اذا كان فيها فوائد كثيره حس الانسان لما يلعب كره قدم مثلا او يلعب هاي اللعب اللي يسموها لعب ما يحصل منها ما يحصل منها اشياء مفيده كثير من هذه الالعاب فيها فوائد جمه اللعب مو الشيء اللي التافه اللي ما بيه فائده هذا مو تفسير دقيق صحيح حتى الطفل لما يلعب هذه الدوره الدمويه مالته تتحرك اصلا اذا ما يلعب يتمرض والصحة وأهم عوامل الصحة مرتبطة بلعب الطفل فليش يسموه لعب شنو الفرق بين اللعب وغير اللعب الإحنا اللي, اللي نشتغل بدون تخطيط كل شغلنا بسبعين سنة مئة سنة كله لعب كله لعب لانه شنو؟ الانسان جاي يشتغل لاجل ماذا؟ لاجل انه باكر او عقب باكر يحصل على نتيجه. اما الاهداف الكبرى ما موجوده في البال. وتارة الانسان عنده اهداف كبرى اما ما يخطط لها، يعني شنو؟ يروح في المدرسه يريد يصير دكتور، يريد يصير مهندس، يريد يصير مجتهد. بس لا يعمل طبق عمل منسق يوصله الى هذا الهدف، ايضا هذا اللعب التخطيط ليس فقط ان يرمي الانسان بفكره الى اهداف كبرى يجب ان يتحرك طبق القواعد والبروتوكولات نحو تلك الاهداف الكبرى التخطيط شيئا تعريف التخطيط شنو ان تهدف اشياء وتتحرك ضمن ضابطه نحو تلك الاهداف في الانسان اللي يهدف عادة قال اجي جاي اجي للنجف الاشرف اريد ادرس اصير مجتهد ولو طول الشغله سنتين هذا لعب هذا لعب جهال شنو سنتين؟ اجتهد فممكن الانسان يهدف اهداف كبرى اتفاقا عادة الجهال يبنون اوهام والامير المميع عليه الصلاه والسلام يقول ولا تطمحوا بانفسكم طموح المترفين الناس دائما الجهال عندهم طموحات كبيرة <applause> هذا ما يكفي في, في أن الإنسان ينصرف عن اللعب هذا لعب كله الطموحات الكبيرة بأي كيفية يريد الإنسان يوصل إليها يقول هذا مثل جدا من أجمل الأمثال اللي سامعها في حياتي يقول أعيش قرويا أفكر دوليا وأعيش قرويا أفكر دوليا وأعيش قروية يفكر دولي بس عيشته طريقة سلوكه أسلوب عمله ما يؤدي إلى هذه الأفكار الهائلة الكبيرة فإذاً لن نقول أنه الإنسان اللي ما عنده هدف كبير هدف بعيد هذا لعب لا هذا جزء من اللعب وجزء الأكبر <applause> الاشمل من اللعب انه يملك الانسان اهدافا كبيره يرمي باهدافه الى مجال جدا بعيد بس الخطوات اللي يخطوها خطوات تافهه هذا لعب لذا الله في القران يقول انما الحياه الدنيا لعب ليش لعب لان كل ان ما اداه حصر كل حركاتنا لا يهدف منها الا نفس الهدف الملاصق للحركة أو ما بعد الحركة مثلا بخطوة أو خطوتين ليس أكثر إنما الحياة الدنيا لعب ليش في آية ثانية إنما الحياة الدنيا لهو ولعب ليش حتى صلاتنا لعب ليش لأن إحنا الغرض من الصلاة شنو أن نفكر شفيان شار على قولة كذا يفك الإنسان ذمته من التكليف هذا هدف ملاصق للصلاة ماكو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ماكو الانسان يهدف من هذه الصلاة ان يبلغ الى مدارج عليا في التقوى ماكو من يصلي الشكل انما الحياة الدنيا لعب ليش كل شيتنا كل حركتنا حتى عباداتنا لعب انما اداة حصر بعد هذه المسألة الاساسية الإنسان في الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا تزيده إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى ليش؟ لأنه لعب جاي يلعب بالعبادة ده يلعب بعبادة الله لا تزيده إلا بعدا هدف من الصلاة أهداف بعيدة يجب أن الإنسان أن يقصد تلك الأهداف هذا أولا ثم يخطو خطوات بشكل طبيعي توصله هذه الخطوات إلى تلك الأهداف الكبيرة يمكن أن ما توصل أما لازم تكون لها قابلية في التوصيل هذا فإذا هذه من أه... من أسباب أهمية التخطيط أيضا من أسباب أهمية التخطيط شنو هذا اللي الآن حكينا على التخطيط أنه مهدرة من أجل أيضا من الإنسان اللي يعيش بلا تخطيط فإنه يعيش تحت رحمة الحوادث والصدف ما عنده تخطيط لأن التخطيط الإنسان في التخطيط يقيم الحالات الطارئة الحالات المعترضة فأدمر الإنسان في الطريق يعترضه فتشي الإنسان في التخطيط هذه الحالات يشيكها يعني يقيمها ويضعها في في الحساب والإنسان اللي ما عنده تخطيط ما يضع هذه الأمور في الحساب فدائما هو تحت رحمة شنو الصدف الصدفة اقتضت أنه أنا أهلك أهلك الصدفة اقتضت أنه ما أهلك مثلا البلاء يعبرني فكل انا جاي اعيش من وراء شنو؟ رحمه الصدفه والصدفه مو دائما ترحم منو قال لنا الصدفه ترحمنا دائما؟ العيش تحت رحمه الحوادث والصدف هذا عيش أسوأ من الموت الإنسان يموت لأحسن له إذا أنا عايش شفتني عايش لأنه شنو اتفاقا ما إجاني فد فد مثلا فيروس يقضى علي هذا الانسان اللي يعيش بهذه هذه الحاله هذا انسان عيش تعيشه العياذ بالله من مثل هذول اللي العياذ بالله مبتلون بفقدان المناعه الايدز يسموه صحيح هذا اذا شفته جاي يمشي هذا ليش؟ لانه اتفاقا ما حاشه ما حايشه فيروس هذا الانسان ويا الانسان ولو كان شاب كل اجهزته سالمه على كل حال هذا الانسان ويا الانسان الميت ماكو فرق الانسان بدون تخطيط اذا ما هلك ما اعترضه مهلك فهذا الانسان اتفاقا عايش عيشه سعيده مثلا هاي العيشه الاتفاقيه ما لها قيمه العيشه الاتفاقيه ما لها قيمه من جملة الأهمية والقيمة للتخطيط أنه يقال أنه أول عناصر الإدارة وأشرفها في أغلب الدول العالم أكو وزارات يصنعون يقررون وزارات وزارة تخطيط يرصدون أموال هائلة وطاقات هائلة تصرف لهذا التخطيط لهذه الوزارات هي تعتبر وزارة التخطيط تعتبر في الدول النامية، الدول المتقدمة مو دولنا المتخلفة، تعتبر وزارة التخطيط من الوزارات السيادية في الدولة. هذا العنوان الثاني، العنوان الثالث الماهية والحقيقة. إذا واحد يريد يفتهم التخطيط شنو؟ الإنسان لما يريد يخطط، يخطط عن ماذا؟ عشرة عناوين خلاصة التخطيط من أوله إلى آخره. هذه خلاصة حقيقية، مو خلاصة صورة. التعريف خلاصة صورة، الصورة تعطي انطباع من جهة. لا تعطي الانطباع من كل الجهات. إذا أراد الإنسان أن يأخذ انطباع كامل عن التخطيط، هذه ثلاثة أسطر خلاصة كل المفاهيم الواردة في التخطيط. هذه الماهية. عشرة عناوين. أولاً، هاي عناوين كلها مع بعضها، يعني على سبيل الجمع تكون التخطيط. اولا لازم الانسان يحدد الاهداف المقصوده. شنو هدفه؟ يصير دكتور على كل حال، يصير دكتور فوق التخصص، يصير دكتور استشاري، يصير ما ادري كذا، يصير مجتهد او يصير خطيب، لازم يحدد الاهداف المقصوده. ثانيا يرم يرسم خط السير اليها، كيف يوصل الانسان؟ الواحد يريد يصير مجتهد او دكتور وين؟ لازم يروح في قم يدرس او يروح في هارفارد يدرس مثلا. صحيح؟ او يروح في بريطانيا مثلا يدرس مثلا هذا طريق السير الى هذا الهدف شنو؟ يريد يصير مثلا تاجر لازم يطلع من قريه يجي مثلا في العاصمه والا الانسان في في القريه ما يقدر يكون تاجر كبير. ثانيا، ثالثا تحديد وسائل السير، اولا شنو خط السير؟ طهران مثلا عاصمه مثلا قوم مثلا هارفارد خط السير يعني الـ الخط اللي يوصله بعدين وسائل السير كيف يوصل الانسان اذا يريد يجي في طهران يريد له بيت يعيش وبعدين في مثلا يريد لي ينتسب الى مثلا مدرسه وسائل السير خط السير لازم يتحدد بعدين وسائل السير رابعا تحديد المستجدات والاحتمالات والتطورات التي يمكن ان تحدث وتعترض الطريق خب انا اذا رحت هناك مثلا وما حصلت على اقامه رفضوني ما قدرت اقيم مثلا من دوله مجاوره عربيه اجى الى قوم وما قدر بالنتيجه لازم يحسب له هذه الحسابات هذا ما حصل اقامه شلون اقدر اواصل شلون اقدر ارتبط صحيح خامسا وضع الخطط البديله مو فقط يبحث عن الاحتمالات وتحديد المستجدات والامور اللي تعترض الانسان، خب يفكر بالخطط البديله، ما صار قوم مثلا مثلا في النجف الاشرف مثلا. ما صار في هارفارد مثلا في اكسفورد مثلا، حسب هاي الامثله. صحيح؟ لازم يضع خطه خطه بديله لانه مو بالضروره الشيء اللي الانسان يخطط له يوصل له، فلازم تكون هناك خطط بديله. سادساً تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب وأقل قدر ممكن من الخسائر. في التخطيط لازم ينتج التخطيط أكثر قدر ممكن من المكاسب وأقل قدر ممكن من الخسائر. وإلا إذا إنسان وصل إلى الهدف ولكن بخسائر كبيرة أو مثلاً بمنافع ضئيلة. هذا مو تخطيط. إذا الإنسان يريد أن يخط أن يصل إلى الأهداف من خلال التخطيط التخطيط السليم الاستراتيجي يجب أن يحقق أكبر قدر ممكن أكبر قدر ممكن مع قيد الإمكانها من المكاسب وشنو؟ من خلال أقل قدر ممكن من الأضرار هذا معيار هذا هذا معيار ما يمكن تجاوزها إذا ما حصل هذا المعيار هذا مو تخطيط استراتيجي سابعا التناسق والانسجام بين الأهداف اذا اكو اهداف مختلفه في التخطيط الاستراتيجي لان اهداف اوليه اكو بعدين اهداف ثانويه اكو لازم يصير تناسق بين الاهداف الموجوده الانسان اولا يهدف ان يحضر مثلا في مدينه قم مثلا ان يدرس في هذه المدينه صحيح هناك اهداف اخرى ترتبط بهذه في تحصيل مثلا الاقامه مثلا في تحصيل دار او مدرسه ينتسب اليها مثلا هذه الاهداف في التخطيط لازم تتنسق هسه بحث ما اريد افصل في هذا الجانب لازم تناسق وانسجام بين الاهداف المتواليه والمتتاليه في الوصول للهدف الغائي والهدف الاقصى، لانه هناك هدف مباشر مثلا المولى يقول للعبد عطشان المولى، يقول العبد جيب لي ماي فالعبد يحضر الماء بين يدي المولى، وهذا حضور الماء بين يدي المولى هذا هدف ابتدائي ليس هدف غائي، لان الهدف الغائي هو ارتوائه. فإذ اتفاقا عاصفة قامت أو شيء صار حدث حدث ما ينسكب فالهدف الغائي ما تحقق فهذا الهدف الذي يوصلني إلى الهدف الغائي هذا الهدف الأولي البدوي البدوي لازم يكون متناسق ما يكون في الشكل اللي هذا الهدف ما يوصلني إلى الهدف الغائي فهناك شرط لأنه عملية التخطيط تبتني على أهداف مترتبة هذه الاهداف المترتبه يجب ان تكون متناسقه مو يحضر الماء بكيف اللي يكون هذا احضار الماء دائما على مشارف الانسكاب هذا ما يكون منسجم مع حصول التروي لان هدف الـ 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 الاساسي الماء الذي يكون قابل للبقاء والثبوت في ثبات حتى يتمكن المولى بعد فتره ياخذه ويشربه على كل حال الثامن الوضوح لدى المجموعه وافراد المؤسسه والمنظمه لازم في التخطيط اكو توضيح هذا فد شيء مهم تعميم لازم يصير عندما تخطط انت مو انه انت تخطط والناس ما يدرون يعني القائد عاده أن التخطيط شغله القياده التخطيط مو شغله القاعده ابدا شغله القياده هو لازم افراد المؤسسه افراد المجموعه المنظومه يدرون بالتخطيط هذا فد جزء من من التخطيط ليصير فد معارضه لان هذه المعارضه مهما كان التخطيط رصين يدمر النتيجة فلازم يصير تعميم تاسعا الواقعية في الأهداف التي يرمى إليها بحيث تكون ممكنة ومقدورة هذا شرط الأهداف لازم تكون مقدورة أهداف اللي الإنسان يهدف إليها على كل حال اللي قلت لا تطمحوا بأنفسكم طموح المترفين فالشي لازم يكون مقدور متاح على كل حال جاي أصير مجتهد عالم كبير ولو خلال سنتين هذا تخطيط مو مقدور الأخير آخر عنوان المشروعية في الأهداف بحيث تتوافق مع المبادئ والقيم والمثل أنا أريد أصير عالم أو ما بأي ثمن أريد أصير تاجر بأي ثمن بسرقة الأموال هناك شرط في التخطيط وإلا هذا ما يسموه تخطيط إذا هم ولو يسمى تخطيط استراتيجي ولكن هذا باعتبار أن التخطيط الاستراتيجي عمل شريف فلذا يتملص عن هذا العنوان واحد يريد يوصل إلى مثلا كذا بذبح الناس مثلا يريد يصير ملك مثلا يصير اسمه بالاستبداد والقهر وظلم الناس هذا ما يسمى تخطيط استراتيجي على كل أما العنوان الرابع وهي وهو الأهم في المقام أكو نماذج تقريبا قد تبلغ عشرة نماذج هي أساس النماذج المطروحة في التخطيطات. خمسة منها هي المشهورة أو هي الأهم. أنا أذكر بشكل إيجاز، مهم كثير فكرت أنه أجيب هذا المقطع هذا العنوان الرابع أم لا. بعدين شفت جدا مهم حتى الإنسان يفتهم تخطيط يعني شنو؟ شنو آليات التخطيط؟ أكو آليات تقريبا كثيرة يمكن تتجاوز العشرة. أهمها خمسة أذكر هذه الخمسة بشكل جدا سريع اثنان منها جدا مهم والثلاثة الباقية كل واحد بسطر نعبره بسطر واحد بس هذين الاثنين جدا مهمان واحد منهم جدا قديمي ولكن يشكل تقريبا يشكل تقريبا تسعين بالمية ثمانين من التخطيطات التي توضع في عالم اليوم يسموه تخطيط سوات خلاصة أربع عناوين عناصر أربعة هذا التخطيط اللي هو الأشهر على الإطلاق وقديمي اخترعته جامعة هارفارد في عام آه، كاتب في عام 1942 جدا قديم هذا التخطيط ولكن الآن هذا التخطيط على كل هذا النموذج هذا على كل حال أشهر نماذج التخطيط الاستراتيجي على الإطلاق تقريبا 90% مما يكتب في التخطيط الاستراتيجي في العالم على هذه العناصر الاربعه، نقاط القوه، نقاط الضعف الفرص المتاحه والتحديات والتهديدات التي يمكن ان تحدث تعرض، هاي عناوين اربعه. هذا هذا في الواقع مو تخطيط، هذا في الخطأ يحصل عند البعض، هذه تحليل، هذا مو تخطيط. على هذه التحليلات للعناصر الاربعه يمكن ان يخطط الانسان. يعني يشوف الانسان شنو نقاط القوه فيه؟ شنو نقاط الضعف؟ شنو الفرص اللي ممكن مثلا تتاح له؟ شنو التهديدات اللي ممكن تعترضه؟ على ضوء هذه المعطيات يجي يخطط. هذا مو تخطيط هي هاي التخطيط الاستراتيجي اصلا ما ادري ليش يسموه هذا التخطيط، هذا مو تخطيط، هذا تحليل. هذا مو عمل تخطيطي، هذا عمل تحليلي، انت انسان يحلل شنو يعني يقيم ماذا يملك من نقاط قوه وماذا يملك من نقاط ضعف، فعلى هذه النقاط القوه يحاول ان يشتغل، هذا الشغل تخطيط على هذه العناوين العناصر الاربعه هذا يسموه تخطيط، على كل حال هذا اشرف الانواع يقولون اعرف 90% هذا النوع الاول اربع عناوين وهناك إشارة واحدة اعتبار هذه العناصر الأربعة هدفا للإنسان هو التخطيط التغ... الأسمى حقيقة في في العمل فتشي يسموه تخطيط تشغيلي فتشي يسموه تخطيط استراتيجي إذا تريدون تفتهمون تخطيط التشغيلي شنو؟ أكو بحث مفصل هذه العناوين الأربعة إذا اتخذت هدفا. اتخذت هدفا، يعني شنو؟ انا هدفي تقوية نقاط القوة عندي وهدفي معالجة هدفي معالجة نقاط الضعف. هدفي شنو؟ استثمار الفرص، هدف يكون. هذه العناوين الاربعة. هدفي شنو؟ الاحتياط والفرار. والتملص من شنو؟ التهديدات اللي موجوده، اذا تحولت هذه العناصر الاربعه الى هدف هذا يصير تخطيط تشغيلي يسموه، على كل حال احنا الان مو في صدد هذا البحث. هذا العنوان الاول. العنوان الثاني اللي افضل يعني النموذج الثاني فد واحد عالم كلش كبير جدا من من اكبر العلماء في الاداره. اسمه فايفر يسموه هذا كتب كثيرة كاتبين عندهم مؤسسة يطبعون كتب في التخطيط اللي ينسب إلهم هو وشركاء مجموعة من الشركاء عدة عندهم مؤسسة تطبع هذا الكتب كتب جدا قيمة تعتبرها الغرب الآن أهم نموذج في التخطيط هذا الآن في الوقت الحاضر هو جاي يتفوق على شيئا فشيئا على تخطيط هذا عصي عشر عناوين، عشرة أعمال رئيسية تشكل تخطيط هذا النموذج فايفر للعمل الاستراتيجي. عشرة عناوين. من هذا فايفر من أكبر خبراء الإدارة، هو مؤلفات كثيرة في مجال الإدارة، أشهرها كتاب التخطيط الاستراتيجي العملي. يعتمد هذا النموذج على عشر خطوات رئيسية وهي كالتالي شوفوا هاي العشر خطوات هذا خلاصة هذا التخطيط الراقي أولا تشكيل عمدا شوي تأملوا في هذه العناوين حقيقة حتى الإنسان يفتهم وين مكانته إحنا مو بس ما عندنا تخطيط حتى أوليات الخطوة الأولى من هاي الخطوات العشر ما عندنا مو ما عندنا بالفعل ما عندنا بالقوة هسه اذا الانسان يريد يذبح نفسه يكون هذا الشيء الخطوه الاولى ما تتكون انا عم دنجبت حتى اجمالا الانسان يدري وين يعيش لاحظوا اول خطوه اول خطوه بس لو كل القوى تجتمع تكون هذه الخطوه الاولى ما اظن تقدر عليها اول خطوه تشكيل فريق التخطيط اولا لازم تشكل فريق التخطيط خب هذا الفريق التخطيط منو احنا نريد نخطط مثلا لقنواتنا الفضائية مثلا قنواتنا الفضائية نسوي لها في التخطيط اكو ما ادري 25 قناة كذا صحيح نسوي لها في التخطيط استراتيجي للقنوات الفضائية لازم اولا نشكل فريق تخطيط هذه الخطوة الأولى من العشر خطوات هذا الفريق التخطيط منو لازم نجيبه؟ منو نجيبه؟ عادة نجيب ناس اللي لا يفهمون في الإعلام ذرة مو الشكل؟ طبيعيين هذا مثال كمثال الفريق اللي يجب ان يشكل يشكل من اجل التخطيط الاستراتيجي لعمليه القنوات الفضائيه في دائره الاعلام يجب ان يشتمل على خبراء كلهم لازم يكونوا خبراء وهؤلاء الخبراء هم ما يصير يكونوا خبراء اجانبها لازم يكون خبير في داخل المرجعيه حتى يعرف الامور هم ما تقدر تجيب لك خبير أجي اجنبي ولو كان انشتاين ما يدري شنو الموارد البشرية شنو الموارد المالية فلازم هناك ستة أو أقل شيء خمسة خبرات إحنا السادس نطيره اللي ذاكره أنا السادس في الكتابة بس ما أجيبه الآن بالبيان نجيب ذكر خمس خمسة, خمسة عناوين يجب أن يشترك الفريق أن يكون الفريق مشتملاً على هذه الخمسة اختصاصات حتى يقدر يقعد يخطط الخطوة الأولى شنو الخمسة اختصاصات؟ أولاً لازم فد نفر واحد واحد منهم يكون هو رئيس الفريق يكون متخصص في التخطيط يمكن في كل الحوزة العلمية ماكو فد واحد متخصص في التخطيط. ثانياً متخصص في صميم العمل فد واحد لازم يكون متخصص في الإعلام صميم العمل صميم العمل مثلاً في مثالنا مثلاً الفضائيات يكون متخصص في الإعلام الله وكيلك والله لو تبحث العالم الإسلامي كله ماكو فيه متخصص في الإعلام مو بالحوزة. الاعلام فتشي معقد ثالثا متخصص في المال في المال مو في المال يعني تروح تجيب لك في التاجر لا اكو فد واحد تشوفه تاجر ناجح بس هذا تجيبه بغرفه التخطيط تقعده يخربط لك الشغل والعمل لان انت تريد تخطط شنو للقنوات فضائيه خم ما تريد تخطط مثلا مثلا للزراعه وتخطط للعقارات وبيع العقارات، هذا التاجر من وين تاجر صاير؟ بايع له كم عقار رابح به صاير ملياردير، ها؟ التجار شلون يصيرون؟ يجلب بضاعه من الصين يجيب لك باخره كامله من الصين يبيعها يصير ملياردير، احنا نريد نخطط للقناه الفضائيه، شو وداها القناه الفضائيه بالباخره من الصين؟ التخطيط يكون خبير في المال في شنو في كيفية إدارة الميزانية في موضوع التبرعات في موضوع المساهمات كيف نطلع تبرعات شلون نحصل مساهمات من الآخرين خبير مالي مو خبير اقتصادي واحد يجيب في التاجر ناجح في التجارة هذا التاجر الناجح في التجارة ما يقدر يدبر الشغلة عرفتوا؟ لازم تكون قضية مالية مرتبطة مثلا كيف الإنسان يخلي الميزانية يعني أي القطاعات في هذه القناة الفضائية مثلا تصرف عليها أكثر من القطاعات الأخرى مثلا خبير في الميزانية في تحديد الميزانية هذا الثانية لاحظوا هذا ثالثا الرابع متخصص في الدعاية والتسويق هذا فتشي خاص كيف الإنسان يسوي دعاية حتى الله باليوم خمس مرات يسووا له دعايه الله اكبر الله اكبر هاي دعايه بعد فما حتى اذا كانت مؤسسه دينيه لا تقول المؤسسه الدينيه ما تحتاج دعايه ليش ليش لرسول الله دائما اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله الخامس متخصص في الموارد البشريه يعني متخصص في كيفيه الموارد البشريه يعني الموظفين كم منهم خبراء؟ ايش قد عندهم احتراف؟ ايش قد عندهم نزعات؟ الموارد البشريه فد متخصص، احنا نريد نخطط لازم ندري شنو نملك من الموارد البشريه، الموارد البشريه فالواحد يريد له متخصص مو انه فد مثلا الانسان اذا ما يكون متخصص ما يقدر يقيم الاشخاص بشكل دقيق. فلازم يكون متخصص في الموارد البشريه ان الفرد ايش قد خبير؟ ايش قد كفؤ؟ ايش قد مو كفؤ؟ كم هو عنده نزعات ميول شديدة إيش قد الإنسان هذا عنده طبايع رديئة مثلا هذا التخصص في الموارد البشرية هذا مو كل واحد يقدر يقيم الأفراد الأفراد جدا صعب تقييمهم حقيقة جدا صعب تقييمهم يريد له متخصص بل استشاري في التقييم هاي عناوين خمسة السادس كاتبة أنا ما أذكره هذه هذا شنو هذه الخطوة الأولى الخطوة الأولى في التخطيط، الخطوة الأولى تشكيل فريق التخطيط الله وكيلكم لو ينبعث يمكن آباءنا وأجدادنا ما يقدرون على هاي الشغلة، مو أنه إحنا ما نقدر عليها لو نجتمع كلنا ما نقدر نخ... نسوي بس هذا، هذا الفريق بسهولة هذا الشخص اللي يكون متخصص، نعم في بعض الفروض الإنسان يصير كلش سخي كل واحد مدعبل مخربط يعتبره هذا متخصص هذا خبير بعض أوقات الناس عندهم سخاوة على كل حال في منح الألقاب الخطوة الثانية تحديد القيم والمبادئ الرئيسية والفرعية أولا لازم الإنسان يحدد القيم أنا من أجل ماذا أشتغل شنو قيمي شنو مباديي لاحظوا هذه القيم اللي تطرح هنا كلها قيم مادية مثلا أن تكون القيم كلها قيم مادية كلها قيم مادية ماكو قيمة واحدة فمبدأ واحد معنوي ماكو روحوا شوفوا هسه راح أجي راح أجي على هذا الموضوع آخر حديثي يكون عن هذا تحديد القيم أنت ليش تشتغل دائما على كل حال يعينون أنه مثلا من أجل مثلا القيم المعروفة مثلا الجودة أنا قيمي أن أصدر بضاعة جيدة مثلا هذا الثاني الثالث الرؤية وهي أهم أهم الخطوات الرئيسية أهم الرؤية الإنسان لازم عنده رؤية أنه باكر شنو وين بده يروح الرؤية هي الخيال الصورة الذهنية التي المستقبلية يعني الرؤية هذا تعريف ثلاث كلمات الرؤية جدا مهمة الانسان يريد يدرس حتى يصير مجتهد، خب بعدين يصير مجتهد شنو؟ مثلا مثلا يخدم الفكرة الدينية يخدم اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، هاي الرؤيه، الخيال والصوره الذهنيه لمستقبل المؤسسه، لازم في التخطيط الانسان يقرر انه وين يريد يوصل؟ هذا الرؤيه يسموها، جدا هذه مهمه، بحث فيها طويل، بس تعريفها واضح الصوره الذهنيه المستقبليه. هذا الشيء اللي الانسان يحرك عضلاته من اجل الوصول اليها هذه يسموها الرؤيه بعد الرؤيه الرساله الرساله عاده فت جمله تكتب تتضمن مطلبيا انا منو شنو اريد هذه رسالتي الرساله اساسها قضيه تبليغاتيه على الاصطلاح يسموه فتشي دعاية الرسالة دائما فرق بين الرسالة والرؤية هذا الرؤية هو الهدف المكمون في ذهني مو بالضرورة أقول للناس أنا وين أريد أوصل صحيح؟ شنو أريد؟ عادة هذه الشي الناس يردون يقولون أنت الآن جاي بالحوزة شنو تريد تصير؟ فلازم يحدد في الرسالة غير الرؤية اللي هو يحققها لنفسه أنا أريد مثلا أنا إنسان مجد أريد أخدم أهل البيت وهذا عنوان هذا برستيجي يسموه فخفخة فالشيء اللي يجلب الفخر الرسالة ترتبط بالفخفخة والفخر مو إلا فخر الموزين لا أنا أريد أصير أفضل خطيب خادم لأهل البيت على الصلاة والسلام أريد أفضل طبيب جراح قلب أخدم الناس من هذا من خلال شو اسمه الرسالة هي جانبها الأساسي الفخر تجلب الفخر الرؤيه ما لها ربط بالفخر، الرؤيه انت لازم تدري وين تريد تروح انت اصلا. لازم وإذا انسان يشتغل عشان شنو يوصل في مكان، هذا ما يسموه تخطيط. عرفت الفقر بين الرساله والرؤيه؟ جدا فقر اه الرساله والرؤيه جدا فرق كبير. الرساله دائما هو ما نشيت تعطيه لشنو؟ للاخرين تفتخر بهذا الشيء اللي تريده. من نحن وماذا نريد؟ وهو عنوان لمجرد الفخر والوجاهه. الرساله مجرد فخر ووجاهه، مو بالضروره تكون فخر ووجاهه غرور، لا ممكن الفخر والوجاهه يكون شيء زين، الانسان يفتخر. الخامس تحديد مجالات العمل وهو المحور الذي يشمل الخدمات والمنتجات. الانسان لازم يحدد مجال العمل ماله. انا في اي جهه اريد اشتغل؟ ما يصير انا اجي اصير طلبه مثلا اشتغل مثلا في تصدير اللحوم مثلا او في عمل مثلا نحت الاخشاب ما يصير هذا لازم يتحدد شيئا يتحدد مجال العمل شيئا اولا الخدمه لاي مجال ثانيا الانتاج في اي شيء انا اريد انتج انتج كتاب اصولي مثلا في مجال الحوزه اريد اصير فقيه اريد اصير خطيب انتاجي خطابة على المنبر يو انتاجي مثلا دراية او فقه او اصول او شنو هذا الانتاج مجال الخدمة ان هذا اللي اريد انتجه في اي مجال اريد اخدم اقدم عادة الخدمة هي الانسان بالنتيجة اساس عمله من, من هي خدمة خدمة لما اي جهة هذا يسموه تحديد مجال العمل يتضمن في عنوانين الخدمات والمنتجات هذان العنوانان بعض اوقات انا اريد اصير خادم ما اريد اكون منتج ما اريد لا الف كتاب ولا أريد. اريد اريد اخدم بس هذه الخدمه تحتاج الى مهاره صحيح مو بالضرورة الخدمة والإنتاج مو بالضرورة هذان العنوان أحد هذين على سبيل شنو منع الخلو لا يخلو عن أحد هذين الإنسان يخدم فد مرة في مجال الخدمات للمجتمع يهدف يعني يحقق تارة في مجال الانتاج يريد ينتج بضاعة تارة يكون يخدم الناس هاي الشركات اللي موجودة الآن بعضها شركات خدمية مثل شركات الطيران مثلا شركات خدمية خب ما تنتج لك ما تبيع لك خب طيارة خو تخدمك تسوي لك شيء اسمه توديك من هنا صحيح بعض الشركات شركات, شركات اه انتاجيه تنتج بضاعه هسه ماكوله او مشروبه او اي شيء السادس تحديد وحدات العمل وهي الاقسام المستقلة في المؤسسة والتي يمكنها أن تستقل. لازم نحدد وحدات العمل في المرجعية مثلاً اكو وحدة استفتاءات، وحدة وجوه شرعية مثلاً، وحدة مثلاً مثلاً معالجة مشاكل الناس، وحدة الإعلام. في الهدف لازم تفرز الوحدات، الوحدات هي القطاعات التي تصلح لأن تكون مستقلة. مثلا لجنه الاستفتاء تعمل بشكل مستقل عن مثلا مثلا لجنه الوجوهات الشرعيه مثلا، ما لها ربط، ما لها تداخل كل اعمالهم بشكل مستقل، هذه القطاعات التي هي مستقله تعمل، بشكل مستقل تعمل، او تصلح لان تكون مستقل، هذه لازم تتحدد، لازم تتحدد، الانسان لما على كل حال هذه اوليات يقولون الأوليات قبل الأولويات قبل ما تضع فكر استراتيجي الخطة الاستراتيجية تحتاج إلى رسم القطاعات القطاعات يعني هي الأقسام المستقلة تعريف هذا لازم يتبين لازم يتحدد ما يصير هيك هوسة فوضى فد مكان شنو هذا المكان هم على كل حال يلقى فيه محاضرات هم الناس يجون يناموا هم يصلون بي. هم شو اسمه يصير يصير لخبطه هذا يسبب فوضى لازم تفرز القطاعات المستقلة لازم تفرز بعضها عن بعض، هذا جزء في التخطيط حتى لما تفرز يمكن الانسان يرصد ميزانية خاصة لكل واحد، مثلا بعض القطاعات تحتاج إلى ميزانية كبيرة بعض القطاعات ما تحتاج إلى ميزانية كبيرة، صحيح؟ هو الجسم الانسان لاحظوا اكو ج... قلب اكو كبد اكو كذا بعض الأجزاء في, ال... في بعض الأعضاء في الانسان تصرف طاقات هائلة بعض الأ... في كل ساعة بعض الأجزاء ليست كذلك صحيح؟ فهذه جزء في, في رسم في الرسم تحديد لازم يصير تحديد وحدات العمل وحدات العمل يعني القطاعات صحيح؟ السابع تحديد الهدف بح بحده الأدنى هذا مهم الانسان لازم يحدد الهدف بحده الادنى مو بحده الاقصى لانه بحد الاقصى عاده لا ينال فيسبب شنو عزوف وبرود ويسبب انكفاء على الذات ويسبب على كل حال الاثار النفسيه الكبيره حد ادنى انا اريد اشتغل حد ادنى انه اقل شيء بعد عشر سنوات اصير خطيب ناجح مثلا اصير دكتور مثلا دكتور مو دكتور استراتيجي مثلا استشاري، لا لا اقل شيء دكتور عندي شهاده دكتوراه بعد عشر سنوات، مو احدد لازم يصير تحديد للهدف بس مهم جدا يصرون هذول انه هو يصير حد ادنى لانه اذا ما حصل الحد الادنى الانسان يعتبر فاشل. فهذه آه هذا الفشل يؤثر معنويا على آه اعصابه على آه على معنويات يعني حالته المعنويه. يقولون لازم يتحدد الهدف بحد ادنى فانت بعدين اذا صرت مثلا انا عشر سنوات اصير خطيب اذا فد واحد صار خمس سنوات خطيب فبها ونعمت ما في اشكال يسعى بذلك بس ليه يخلي الدرجه العليا؟ الدرجه العليا عاده لا تتحقق فاذا مشروعي وتخطيطي عاده معرض للفشل هذا مو عقل عدل التخطيط الذي مسبقا تدري انه عادة فاشل هذا مو تخطيط عقلائي فاذا لذا يسموه حد ادنى يصرحون بالحد الادنى لكل الاقسام والمجالات خلي تخطيط يعني شنو قسم الاستفتاءات حد ادنى مثلا بعد خمس سنوات انه يوميا ألف استفتاء يجيب هذا كحد ادنى حد ادنى لكل قسمها لكل الاقسام والمجالاتها لا يحتاج الى هذا التخطيط حد أدنى أنه إحنا نوصل مثلا مثلا في هذه الشركة خلال خمس سنوات ست سنوات مثلا كحد أدنى إلى أرباح واحد بالمية ثامنا تحليل الفجوات والمقارنة بين الواقع الحالي مع الأهداف المرسومة هذا فشي جدا مهم الإنسان لازم يشوف أنه هاي الفجوة حصلت أو ما حصلت إحنا الآن عشر سنوات على هذا الدرب وين واصلين الأهداف اللي رسمناها وراء عشر سنوات بذلنا كل الجهود والطاقات وين وصلنا؟ إذا ما وصلنا هناك فجوة هذه الفجوة حجمها ماذا؟ هل هي حجم كبير؟ فهذا يحتاج إلى إعادة نظر في التخطيطات السابقة يبدو التخطيط ما كان عدل فحصول الفجوة يعني الإنسان يحسب حساب أنه الشيء اللي رسم إليه والشيء اللي واقع الحالي يفرض عليه كم فاصلة أكو بين المرسوم والواقع الحالي هذه الفاصلة تسمى فجوة تحليل الفجوات لازم الإنسان يحلل الفجوات إذا فجوة كبيرة هذا شنو ليش حصلت فجوة ليش ما وصلنا لماذا هذا الجهد الهائل هذه الطاقات هذه الأموال هذا التخطيط هذا المسار هذا التناسق هذه الوحدات وحدات ما وصلنا ليش هذا لازم يصير تحليل تحليل الفجوات التاسع تنفيذ الخطة الخطة أو الخطة لازم إنسان يدخل في التنفيذ مو كله هذا الجزء اللي هم يذكروه ولو هو هذا ما يرتبط بالتخطيط الاستراتيجي هذا يسموه تنفيذ الخطة في المرحلة التاسعة إنسان يدخل في التنفيذ والبحث عن كل ما يرتبط بالتنفيذ كتحصيل اعتماد القيادة وشرح الخطة لأعضاء الوحدات والأقسام كل شيء يرتبط بالتنفيذ إنسان ينزل يشرحه للقيادة القيادة بالنتيجة تضع ثقتها على القضيه. عاشرا تحويل العناصر الى الاهداف وهو كما سبق ذكرنا العناصر تتحول الى اهداف اللي قلنا هي عباره عن الخطه التشغيليه هاي مو خطه استراتيجيه خلاص انتهينا. انما النموذج الثالث طريقه قياس الاداء اداء ادائك قيسه قيسه شنو؟ مو تقيسه بسابقك مثلا قيسه بالاخرين. هذه في الطريقة كلش مطورة في, الاس في الاستراتيجية يعني شوف أنت شوف وراء خلال مثلا العام الماضي مثلا عشرة أعوام قبل أنت كان عندك إنجاز عشرة الآن قبل سنة صار إنجازك خمسة الآن صار إنجازك صفر مثلا هذا قيسة مو تقيسة بالأعوام الماضية قيسة بالواقع الخارجي يعني مثلا مثلا مرجعية يشوف الان حالها اكو ركود الموارد الماليه مالية مالتها متضرره هذا قيسه بالمرجعيات الاخرى شوف ذاك 20% تحت الصفر هذا مثلا فانت الان انت ناجح انت حتى لو انت الان بالقياس الى خمس سنوات قبل كنت مثلا انتاجك 10% والان انتاجك صفر انت انسان ف... ناجح ناجح بقوه ناجح القياس شنو بالنسبه الى المؤسسات الاخرى المنظمات الاخرى المجموعات الاخرى هذا مهم يقيس يقيس التقدم والنجاح والفشل بالقياس الى المكونات الموجوده في الحياه الخارجيه هسه انسان مثلا شركه يقيس نسبه الانتاج ونسبه الارباح الموجوده في الشركه مو يقيسها بالقياس للاعمال الماضي بالنتيجه ممكن السوق يكون مخربط، الان انا صاير عندي انتاجي صفر صاير او ارباحي صارت صفر، بس في هذا السوق الفوضوي المتهالك انا صاير صفر هذا انتاج كبير. اذا الانسان قدر يحافظ على نقطه الصفر هذا انجاز هائل، هذا تخطيط. قياس الأمور مو بحالتها السابقة بل بالواقع الخارجي هذا قسم النموذج الرابع طريقة تحديد الأهداف إنسان لما يريد يخطط يحدد الأهداف هي أربعة عادة أربعة خطوات رئيسية في هذا النموذج الرابع أولا الإعداد والتجهيز أولا استعد ولو أرادوا الخروج قال تعالى لأعدوا له عدة عدة مطلق يفيد التعظيم يعني أكثر من حاجة الشغلة لازم تستعد هي الحاجة تحتاج إلى عشرة بالمئة استعداد أنت لازم مية بالمئة تستعد عدة هذا معناته ولو أرادوا الخروج لا عدوا له ولا عدوا له يعني شنو يعني تستعد له بمقدار ما يحتاج استعداد كل شيء بحسبه عدة يقول لا مو بحسبه 100 ضعف أكثر منه تستعد هذا واحد ثانيا اتخاذ القرار الاعداد الاستعداد بعدين اتخذ قرار صمم الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال انما هي عزمه قرر خلاص قرر ان تنهض. ثالثا التعميم وابلاغ القياده والقاعده في التخطيط لازم يصير تعميم لانه احنا نخطط مو لانفسنا نخطط لمجموعه لازم تقول هذا التخطيط فريق التخطيط لازم يبلغ القياده انه هتش تخطيط اكو مو ياخذ يقرر ويصمم اولا يستعد وبعدين يصمم وبعدين يبلش لا قبل ما يبلش لازم يخبر هم القياده باكر القياده ما تشوف هاي الشغله شو اسمه تنسفها نسف كل التخطيط يتدمر، وهم القاعده حتى يتوافقون يتوائمون مع العمليات التخطيطيه. الرابع هذا تعبيرهم همها السيطره والتحكم. ما يخصني انا ما اعتقد بهذا الشيء، السيطره والتحكم، بعد ما على كل حال ابلغتهم سيطر على العمل حتى تقدر تمرر هذا التخطيط. النموذج الخامس طريقة تحديد المسار وهي رسم شجرة شوفوا لاحظوا هذه الطريقة كلش معروفة في الجيش يستعملوها هذا تحديد المسار يقولون الإنسان لما يريد يخطط لازم يقعد يفكر المحتملات هذا تحديد المسار هو هذا شنو أكو احتمالات رئيسية صحيح مثلا تعرض طريق هذا العمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة صحيح هذا الاحتمال الواحد رقم واحد هذا ثمانين بالمئة يحدث هذا اللي رقم اثنين 70%، هذا اللي رقم مثلا ثلاثة 40%، وذاك الرقم خمسة مثلا 10%. هذه الاحتمالات، خب هذا الاحتمال الرئيسي اللي 80% شنو اكو احتمالات فرعية تحدث من هذا الاحتمال الرئيسي، صحيح؟ هذه الاحتمالات الفرعيه كل واحد منها كم بالميه تعطي نسبه؟ هذه شغله جدا معقده حقيقه. اعطاء نسبه تحقق الاحتمالات الرئيسيه والاحتمالات الفرعيه. هذا تحديد المسار، وبعدين حدد مسارك، فاذا انت الان خلي طاقتك لان هذا الاحتمال الذي يعترضك يجي يوقف بوجهك، هذا 80%، خلي 80% من الطاقه البشرية والطاقة المالية حتى تعالج هذا لأن هذا احتمال 80% يحصل حتى تتفادى حصول هذا الاعتراض التعرض لك صحيح؟ هذا معناته تحديد المسار بعدين هذا شنو يترتب عليه من الاحتمالات الفرعية لازم تشكلون شجرة هذه الشجرة بأغصانها الأساسية والفرعية لأنه ثم بعد تحديد هذه الشجرة وإعطاء النسب اللي هو في غاية الصعوبة تعطي نسب أن هذا الاحتمال كم بالمئة يحدث وما يترتب على هذا الاحتمال كم بالمئة يحدث بعد أن تعطي النسب شنو تحاول أن تسخر هذا التخطيط تسخر الطاقات والأفكار وفكرك وتخطيطك وأعصابك وفلوسك ومواردك وجماعتك وفريقك تسخره لشنو تفادي هذه المحتملات حتى الاحتمال الضعيف تعطي من نفسك لها له بس مو تعطي 80% لأنه احتمال ضعيف تعطي مجالا مثلا من فكرك وأعصابك وطاقاتك وأموالك تعطي مثلا 10% هذا معناته هذا يسموه هذا النموذج الخامس رسم شجرة بأغصانها المتفرعة عن الشجرة عن شنو؟ عن الاحتمالات التي تواجه العمل وتعترض الطريق الاحتمالات الرئيسية والفرعية وتحديد نسبة الحدود خلاص انتهى العنوان الخامس والأخير لاحظوا في التخطيط الاستراتيجي اكو مئات الكتب مكتوبة أنا يمكن يمكن خمسة ستة قاري يمكن عشرات الكتب هم متصفحها عندي الكتب بعضها معلق عليها تعليق خمس ستة كتب في خط في التخطيط الاستراتيجي بعضها تصفح عندي أدعي أنه ثلاث عناوين لا تكاد توجد في التخطيط الاستراتيجي عين ولا اثر وهي اهم العناوين في الحياه. اولا ماكو الله ولاكو قيم ولا مبادئ معنويه، اكو قيم ماديه. الشركه ترسم نفسها انه انا اريد اصنع البضاعه درجه اولى جوده، هذه قيم ماديه. أما قيم معنوية ماكو روحوا ادرسوا أتحداكم تجيبون كتاب واحد كتب في موضوع التخطيط الاستراتيجي من الغربيين حتى من الاسلاميين يتطرق إلى هذه عن إحدى هذه العناوين الثلاثة كلمة واحدة الله والقيم والمبادئ الأخلاقيات الإنسان إذا احنا شنو؟ نريد نوصل لمكاسب لأهداف صحيح نريد نحقق ارباح، وين الانسان؟ ماكو ماكو انسان، وين انسانيه الانسان؟ وين صنع الانسان؟ وين غض الطرف اخلاقيات؟ ماكو اصلا يقولون الاخلاقيات ما لها ربط بالاداره اصلا، لا تدخلوها بالله عليكم، الاخلاق هذا انا كلامي افيون الاداره افيون الاداره، ليش تدخلون الاخلاقيات؟ الاخلاقيات تدمر الاداره، بس تجي اخلاقيات بعد ما تقدر تقيس الربح ما تقدر تحدد الربح، ما تقدر تحدد الاهداف بالفعل انصافا. فلذا افيون التخطيط الاستراتيجي ثلاثة عناوين، أولاً العياذ بالله استجير بالله الله شنو يقولون؟ ماكو. أقرأ كتاب كامل هو من أرقى الكتب، أكثر الكتب مبيعاً في العالم في, في كل العالم من دفته إلى دفته فد إشارة. للقيم المعنويه ماكو. ماكو 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 قلت القيم اكو هناك قيم ماديه واكو هناك قيم معنويه لذا انتم شوفوا التخطيط الاستراتيجي من لسانهم من فمك ودينوك هو اكو فد مبالغه اكو حاله من ال... يقولون التخطيط الاستراتيجي في, ال... في, الالسن اكو له تاثير مليون بالمية ألف بالمية فد مبالغات اكو في هذا هذه عايش في اوهام هذه من خفه العقل خفه العقل لا من عقل روحوا شوفوا الخبراء يقولون التخطيط الاستراتيجي شوفوا مع انه التخطيط الاستراتيجي هو في موضع شريف جدا لازم يكون افضل الامور اثرا ها مو صحيح؟ هاي الموارد الهائلة اللي تصرف للتخطيط الاستراتيجي هذه المبالغ الطائلة التي ترصد للتخطيط الاستراتيجي لازم يكون جدا جدا بالغ الأهمية روحوا شوفوا كلماتهم هم 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 هذول خبراء علماء كبار علماء الإدارة شنو يقولون؟ يقولون التخطيط الاستراتيجي مش جدا مهم فدا أداة هي أداة تؤثر في الأداء هذا كلامي أنا أداة فد آلة, آلة مثل هذه الآلة اللي تريد تفك ب مثلا درنفيس، كنه درنفيس، مجرد درنفيس، هذا الدرنفيس مو كل شيء في الأدوات، أنت تحتاج لك شلابتين، تحتاج لك كذا، درنفيس واحد في آلاف الأدوات اللي أنت تحتاجها في الحياة. هم يقولون في أفضل الفروض كلامهم هم يقولون تأثير التخطيط الاستراتيجي هذه الأداة في الاداء 30% في افضل الفروض هم يقولون احنا دائما نفكر هذه لما يكون التخطيط ناجح الخبراء يكونون يضعون اللمسات دقيقه جدا لاز... لما تعطي ثمارها كل المعطيات تكون عدله تو يعطي ثمره 30% هم يقولون روحوا شوفوا يقولون 90% من التخطيط الاستراتيجي يكتب يوضع على منهج سوات هم يقولون سبعين ثمانين ثلاثة وثمانين من تخطيط سوات فاشل هم يقولون بالله عليك يعني شنو هل أموال وزارة التخطيط هالمليارات بعدين تدري لما نتخطط التخطيط يأثر على واقع العمل الأقسام القطاعات الفروع كلها تمشي حسب التخطيط تثول هذول ثولهم كلهم 83% من اهم من 90% من تخطيطات العالم فاشل بالله عليك تقول لي يعني شنو ليش فاشل اهم شيء هسه الله مو مشكله انتم ما تعتقدون بالله مو مشكله اهم شيء شيئا يعني. القيم والاخلاقيات والانسان وين الانسان ماكو انسان اصلا حديث عن الانسان ماكو هذا هذا الانسان مثلا اللي هو فرد من الافراد شوفوا يقعدون يخططون يخططون ان الفلوس شنو نسوي بها كيف انسان يستثمر في اي مكان يستثمر كيفية الاستثمارات كيف؟ شلون يوزع الاستثمارات؟ مليون مطلب يضعونه على الطاولة هذا الموظف شنو؟ هذا الموظف إذا هسه مثلا أمه مايتة، زوجته مايتة، شنو لازم يسوي بيه؟ أبداً هسه هذا الإنسان إنسان عجول الموظف، هذا الإنسان شوية مثلا جبان هذه الاشياء اصلا لا تضع على الطائفه على عفوا الطاوله ولا كلمه واحده، روحوا شوفوا. سبحان الله الانسان يقرا كتب ضخمه جدا جدا مهمه من اولها لاخرها يخططون لكل ما يخطر بالبال يتخطط، اما الانسان اللي هو اشرف الامور في العمل في المجموعه في المؤسسه في المنظومه في المنظمه وين الانسان؟ اصلا الغائب الكبير الغيب الثلاث الغيب الثلاث هذا اللي يسبب تخطيطنا الشكل. هذا السبب مو بس يفشل التخطيط اللي هم يقولون فاشل هم هم يقولون 83% فاشل والله فضيحة كارثة كارثة والله والله كارثة هم يقولون يقولون تخطيط سوات كارثة سبحان الله هذا السوات اللي 90% من تخطيط العالم اليوم يوضع عليه ضمن تطبيقه يعني هم يقولون كارثة ليش كارثة؟ ماكو انسان ماكو اهتمام للانسان حقيقة أقول كلمة لذا أنا قلت أن التخطيط عملية عودا على بدء عملية عقيمة تقبلون 83% فاشل مو عقيم بالله عليك عقيمة باهظة الثمن والتكلفة مربكة لكل قطاعات المؤسسة هدامة للطاقات والموارد البشرية والمنابع المالية غفالة عن القيم غفالة هي صيغ مبالغة تغفل الإنسان عن القيم لذا هي فاشل فأولا هو التخطيط أساسا أداة في أفضل الفروض تؤثر على الأداء 30% اصلا شنو هذا التخطيط اللي هو الشكل احسن الانسان انسان يسوي هيك يرصد اموال بعدين هذا التخطيط لما صار يتركب على القطاعات وعلى الافراد ما يقدر واحد يتملص لانه هذا تخطيط بعد مثل واحد مي يريد يروح طهران خو ما يقدر يعبر يحيد عن هذا الطريق يروح بالتشول يمشي فمجبور كل القطاعات وكل الافراد مجبورين يمشون على يمشون على هذا هذا النهج فلا تجدوا لهذه العناوين الثلاث هي اهم شيء في الحياه، القيم، القيم المعنويه، القيم المعنويه شنو؟ يعني شنو؟ يعني غض الطرف، هسه مو بس الاخلاقيات، قيم تواضع مثلا، يو الاخلاقيات قولها اصلا لا تجد لها عين ولا اثر في كل البحوث المطروحه في التخطيط الاستراتيجي في العالم، سواء في المعسكر الغربي او في المعسكر الاسلامي حتى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين